بلاصي لي بلاصي بلاصي بلاصي. واش الخوت صافا بخير؟ وين جينا الميكاراما باش تفرجوا فيلم الاخر ديال سعيد الناصر، وانا كمال عنطقوا بلي الفيلم دابا غنقول بلي سعيد الناصري غيموت في الاخر ديال الفيلم. ويلي انا هادشي اللي تقبوا لي الفيلم تقبتوا لك انت اخوان. دابا حنا راه مقاطعون ولكن عندك الماكدو، ولكن علاش غندخلوا الماكدو؟ علاش؟ حيت مقاطعون، حيت حنا مقاطعون غندخلوا. المهم كمال جا واحد الميساج اضطراري في المهم غنعطيو الميساج اللي كيستاهلو، غنعطيو داكشي اللي كيستاهلو. اشنو خاصك تحط عند ماكدو؟ نحط لهم هادي. المهم يا خويا لا علاش الرجال لكل مقام مقام. سعيد اول فيلم اللي جينا على ودو. المهم سعيد كاينه فيه كاين خاصنا نشدو الصف في سعيد ضروري الصف اخويا ما نقولوش اللحم كيف باش ناس خلص عليه ناس عرض عليه شي لعيبه بحال هكا والو النش. انا كمال المروكي هذيك المروكي راه ما درتش عباتها. انا راه بوفير والفقر راه شوف راه المروكي ديما لاصق. المهم الدراري دابا يلاه دخلنا الدنيا ديال بصح واحد القليدي ثاني مره كنجي للميكاراما. اللي كيمشيو للسينما بزاف كاين اللي كيمشي لسبب واحد نتوما عارفين وحنا عارفين داك السبب. واحد النهار غادي صافي صافي خرجين الله يجزاك الخير. الريف وما نعاودش لك مشى للسينما الريف اصاحبي لقيت بنادم كيسمر في الريف واش مشى للسينما الريف اصاحبي نتوما عارفين سينما الريف وما ادراك ما سينما الريف. واحد الزحام راه ما يمكنش شي في التيران والله الا كاين نظام على السينما. وحنا باركين كنتسناو الفيلم يبدا وكمال قهرني على الخوت ندمني على الجيش معاه للسينما. هادي اخر مره نمشي معاه شي بلاصه مسدوده. المهم لي زامي يلاه سال الفيلم نوصل للدار ان شاء الله نعطيكم الرياكسيون ديالي على الفيلم. خوت البارح جيش عيان تلاحي الدوده ودابا غادي نديرو واحد النقد اللي بناء او شبه بناء بحكم انا ماشي شي ناقد سينمائي اللي كبير بحكم تجربه صغيره لدوس في العالم ديال الافلام والافلام القصيره ماشي شبه ملاحظات غادي نهضروا فيهم. وفي الاخر الفيديو غناقش معكم واش سعيد الناصري باع الماتش ولا تصالح مع ولاد الشعب. المهم في الاخر الفيديو غادي نقول لكم شنو كاين من الحاجه اللي عجبتني في هذا الفيلم بعدا كي اللي عندوي عليها وان سعيد الناصري خرج من واحد الدوامه ديال ديما ما عندوش الفلوس كيتلاقى مع شي وحده كيصوفي ما عندوش الفلوس كيتلاقى مع شي وحده كيصوفي خرج من ديك النمطيه. المهم كملوا معنا لا فيديو باش تعرفوا شنو كاين. هادو الخوت لقطات من الفيلم ديال المطلقه حتى هو كاين في السينما. غير بغيت نسولكم بالنسبه للناس اللي تفرجوا فيه واش تنصحوني نشوف هذا الفيلم ولا ما نشوفوش ولا عجبكم هذا الكونسيبت كل مره نبقى نمشي نتفرج فيلم نعطيكم ردات الفعل ديالي. غير حاجه وحده في البرومو ديال الفيلم قالوا باللي في العيون المطلقات صداقهم غلا من العزبات. واش هاد القضيه بصح كاينه في العيون ولا غير بغاو يروجوا بها الفيلم؟ يعني المراه المطلقه كيكون عليها الطلب على المراه اللي باقا عزبه هادشي واش بصح ولا لا؟ فهاد اللقطه الاخوان سعيد الناصري كان جاب الام ديالو مريضه عيانه وخاصو سوا باياس سوا كروسه باش يديرها فيه ويدخلها للسبيطار. هنا السيكيوريتي اللي كتوحل معاهم ديما ما عرفتش علاش ما عرفتش انتم واش كتعانيو من هاد القضيه ديما في اي بلاصه كتوحل مع السيكيريشي هو اللي كتوحل معاه كتوحلش مع الناس الاخرين. السيكيريشي هو اللي كتلقى معاه واحد المشكل بحكم كنت كنعرف واحد الصديق كان خدام حتى هو سيكيريشي كيحاولوا مساكن يدبروا على راسهم الله يسهل عليهم ولكن دبر على راسك خلي بالهم هو يعطيك ماشي فرض عليه بحال هاد اللقطه ما خلاهاش يدخل وما خلاهاش يدي الباياس وما خلاهاش يدي الكروسه باش يدخل امه. نقصت واحد الدريه من بنات الشعب عيطت لي قالت لي خويا شوف الا بغيتي يقضي معاك الغراض دهن السير يسير. ملي الوالده دخلوها وداروا لها التحاليل هنا كاينه الصدمه قالوا لي بلي خاصك امك دير شي تحليلات وخاصك دير واحد العمليه باش تولي بخير. ونقز الطبيب قال لي شي 3000 ولا 4000 درهم. وانا ما عرفتش الانسان المغربي اللي ود الشعب خدام اصلا 50000 ولا 56000 ولا 60000 وبهاد الاغلى الغلاء الاسعار وهادشي اللي كاين والله يكون دابا فرضا واحد خدام 60000 وكاري كاري على الاقل غيكري ب 30000 اش بغيت 30000 اش غيدير بيها؟ كيفاش غيوفر ديك 4000 درهم ولا 3000 درهم اللي كتجيك ساهله اللي خدام طبيب ما عرفتش بالضبط شحال الصالير ديالي ليهم شنو تكتبوا لي في لي كومونتير اللي عنده فكره ولا بغيتي ديرو ما ديروش هنا في السبيطار. اول حاجه الماتريال خاسر باش غيديروا لك داك الراديو وداك الشيء وثاني حاجه قال لي للاسف انك واخا غتبغي ديرو رونديفو بعيد تلقى
تلقى واحد 300 ديال البشر كتسنى واخذ رونديفو باش دير داك العمليه بالرامي. كتلقى امه انا وقعت ليا شخصيا، كنت مريض واحد المرض ديال الخوت الحمد لله داس بخير. كان خصني ندير واحد الراديو ديال الصدر كبير ولا ما عرفت سكانير، سكانير واقيلا ما عقلتش بالضبط. المهم فاش بغيت نديرو قالوا لي شوف خويا غتبغي ديرو راه تبقى تسنى واحد المده باش يوصلك واحد شهرين ولا 3 شهور، يعني حتى غيتزاد عليك الحال. وين صحني قال لي سير الكلينيك. المهم من هاد القضيه الناس ديال كازا كلينيك ديال قطاع ود عيشه اللي كاين في درب غلف في اثمنه رخاص. انا داكشي اللي كنت غنديرو سولت في سبيطارات اخرين قالوا لي 2000 درهم وفي قطاع ود عيشه قالوا لي 1500 درهم، يعني منقوص عليا 500 درهم. المهم على اين قال لي سير للكلينيك، قال لي والكلينيك واش الراميد زعما يقضي لي غرض؟ قال لي الراميد عشيري هنسى اقطعوا له الراميد ما يقضي لك تخلعت. قال لي الراميد ما يقضي لك والو شماك عمو مالي المكان جا عندي. قال لي الراميد ما يقضي لك والو في سميتو في الكلينيك. هنا خوتي كمال وبزاف هاد المره ماشي غازات سامه، ولكن لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. فاش قالت لي ويحيط الصباط، والصباط لابس النهار كامل ودوك التقاشر ما نعاودش ليكم واحد الريحه يا سلام. هنا هو يسولني قال لي واش تخنقتي؟ قلت لي لا. وللاسف في هذه اللقطه هنا كاين واحد الاب يعني سكيري، يعني فلوس وغادي غير في الشراب، يعني بحال هذا النوع ما يرجعش اللومه للدوله. انا من فهاد اللقطه تقدروا تتفقوا معايا يقدر الله، هنا مترجعش اللومه للدوله. انت سكيري عطاوك اللي عطاوك، عطاوك مليون في النهار غضرب اشراب، كنتي كتشرب الماحيه ولا تشرب بالفيدير ولا غادي تشرب شي شراب ما كاينش، انا ما عارفش السميات، غادي تقلب على قرعه ديال المليون باغي تتفزع. كيخرج بنتو للطريق باش تجيب ليه الفلوس. للاسف كاينين هادو في المجتمع ديالي، انا كنعرف ناس كيخرجوا بناتهم باش يقضيو لهم غرض باش يجيبوا لهم فلوس. كاينين هادشي في المجتمع ديالنا ماشي بعيد. شحال من واحد كيقول لبنتو نوضي سيري، وشحال من ام كتخرج بنتها فاش كدور معاها واش بدات فهمتي كتبدا تقضي لها بلانات صافي هنا، والبنت ما باغاش تخرج، ما باغاش تخرج تقول لها خرجي جيبي لي الفلوس كذا كذا كذا. هنا تدخل ولد اختو، ولد اخت ناصر عيد ناصيري، وهو ديجا عنده علاقه بديك الدريه، هذا هو البلان. والدريه في واحد اللقطه صافي في الفيلم قالت لي شوف الفقر والحب راه ما كيتلاقاوش. هاد اللقطه الخوت لي ما بانش ليا فيها واحد كيبيع عشري، نورمالمون خص تكون عنده كروسه كبيره حط كيلو بطاطا كيلو فلفله كيلو دنجال وكيبيع عشري، يعني هنا سعيد زعما كاين خاسر فلوس على الفيلم زعما. لا لان واحد دايز كيبيع عشري تخلصو في نهارو ورباحو وداك الشيء، وتقول لي اجي اخويا راه عندي واحد ساعه ديال التصوير ولا ساعتين شوف اللقطه شحال تاخذ لك. تفكرت واحد اللقطه في الفيلم زوينه وواعره بزاف، واحد الكلاس واعر بزاف. دابا في الكاريه اللي ساكنين هما فيه ما عندهمش لي كارت ناسيونال، يعني ما عارفاش بهم الدور على اين، ولكن في الانتخابات كينتخبوا، يعني صوتك كيولي مسموع كتولي مواطن كيولي عندك الحق. هاد النقطه زوينه هاد النقطه عجبتني بزاف انا شخصيا. المهم الدراري فيلم زوين، خصوصا شكون اللي غيعجبو بزاف اللي عايشين في الكاريان ودازو في الكاريان، ما كاين لي مينيره ما غيفهم حتى شي بصله من داكشي ما عارفش، ما مدوز والو الصاط ما كانش كيقطر عليه الزنق، ما كانش كيفيض عليه الكاريان، ما كانتش امو كتسرح تشي ونهار كتبغي تسقي ولا نهار كتبغي تصبن كتسرح تشي وتلع عوينه، وكتكون كتعمر في الدار وكيحيدو تشي وكيدار تشي اخر وخاصها تخرج تمشي للعوينه وتناقش مع ديك المراه ولا تكون اللي حيد تشي وترجع، وعالي باش كاين اللي كتمسوس عليك كيتقبلك تشي خاصك تصايبو، وعاد باش كتبغي تشيو بعدا كاين باش تسرح تشيو من الجراره وتعاود تجمعو من الجراره مشكله، ولا ما كنتش غديرو تشيو خاصك برويطه ولا خاصك كروسه باش تسقي الماء شلو بوادز، خاصك دير البوادز والسطوله وديهم للعوينه وتشد النوبه واحد الصف طويل كلشي باغي يسقي، الماء ما داخلش الضو ما كانش حتى الاخر دخلوا لنا الضو. مازال دابا الكاريانات ديك النهار مشيت واحد الكاريان في النواحي ديال الكرون سيدي مؤمن بان ليا مدخلين الماء، وقلت لك واش مدخل؟ جاتني انا جاتني غريبه، انا فرحت وجاتني غريبه بزاف، تفاجات قسما بالله الخوت اللي تفاجات. قلت له واش مدخلين الماء في الديور؟ قال لي قلت له واش عندكم الله يسخر الامور، حيت حنا في كاريان ما كانش عندنا الماء كنا في العوينه، كناش مدخلين الماء روبيني لا، كان بوطه كبيره كتسيق بها كدير كل شيء بزاف، ما كنتيش كتكون مريح في الصباح تكجيو يدقوا عليك البوليس كيدقوا عليك حل، علاش باغي يدخلوا
يشوفوا واش مخبي عندك البزناز ولا لا. حكم كانوا البزنازه بزاف. شحال من مره الخوت قسما بالله كيكونوا ناعسين 6 الصباح 7 الصباح حتى كيدخلوا على شي بزناز كيهرب لهم فوق الزنك، حتى كتسمع فوق التناس كتسمع فوق الزنك باق راق راق، حتى كيجيو كيدقوا على البوليس حل ما عندهمش امر بعدا كاين من النيابه العامه باش يدخلوا، ولكن ما سوقكش عاد حل الباب وغيدخلوا. كيدخلوا كيقلبوا ها ها ما كيلقاوش البزناز وكيخرجوا وكيمشيو لدار اخرى. بزاف اصاحبي جيت نعاود لك راه بزاف المشاكل. اكون ديما كانوا كيجيو البوليس شحال من روح طاحت، شحال من روح طاحت، شحال من مضاربه بزاف اصاحبي راه بزاف. شوف الفيلم باش ما نطولش عليكم، انا عجبني الفيلم عجبني، وسعيد الناصري انا في هذا الفيلم بان ليا كان ضد الحكومه من غير لا كانوا شي حوايج اخرين دايزين اللي ما رديناش ليهم البال. فيلم انا عجبني، انا اول مره شي فيلم ديال سعيد الناصري كيعجبني من غير البانديا وداك الشيء فهمتي. هذا الفيلم واعر، والغريب في الامر هو كيفاش عطاوه الرخصه يدوز الفيلم. هذا الشيء اللي كنستغرب ليه انا، حيت الفيلم كله كلاشات، حيت الفيلم قبل ما تعطاك الوزاره انك تدوزو في السينما ولا تعرضو في التلفازه حتى كتشوفو حتى كتعطيهم زعما كتناقش معاهم الفيلم كيفاش دوزوه الله اعلم. فيلم واعر بزاف. والقضيه اللي نرجعوا للموضوع، سعيد الناصري غادي هذاك الوزير باش يعطيه الدوسي ديال امو، حيت امو خصها دير عمليه زعما هو يتكلف ليه، ويبدا معاه بزاف الدواسه. هنا غيضاربوا مع الوزير لي كارد كور، غيضرب رفيق بوبكر، سعيد الناصري غيدفع وهيز الفردي حتى غادي تبلبل. غتجي الصحافه غتجي تهضر، وهنا داروا كلاش للصحافه حيت الصحافه باش كيقولوا ارهاب غيتفرقعوا طلبوا في ديريك صافي باقي ما داروا والو. يعني هنا وصلوا واحد الوصف بان الصحافه راه كتزيد فيه وهي اللي كتولع بعض المرات المواضيع. صافي عاد جاو البوليس، ملي جاو البوليس كذا 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 بان لهم سعيد الناصري هاز ديك الشكاره، بقى هاز الشكاره ما حيدهاش. ديك الشكاره كيصاحبوا فيها القنبول باغي يتفرقع. قال لهم ما فيهاش قنبوله، ما يقول لهم فيها 10 القنابل، ما يتخلعوا ويبدا عليهم القنبوله الاولى ديال الممرضه، القنبوله الثانيه ديال السكن، فهمتي. القنابل المشاكل هما عباره عن قنابل، كل دوسي فيه قنبوله، كل دوسي علاش كيحكي، كل دوسي والعائله اللي جاي منها راه ديك ماشي قنبوله ديك النواو. صافي فديك اللحظه ولاو كيرطبوا معاه، ودازو ميساجات ديال وزير اتصال عنده حبيه بحال على بغاو يجمعوا التليفونات، ويقول لي راه التليفون كان وزير الاتصال وجبد لهم حبير، ومبدا يضحكوا يقول شوف وزير الاتصال التليفون اللي عنده، تما ميساج اللي وزير الاتصال عنده حبير، يعني مايمكنش الكونيكسيون اللي غدوز ما بين الوزاره الحكومه الشعب، راه مايمكنش يتواصل معاكم بداك الحبير. هذه نقطة زوينة لعب عليها سعيد، أنا عجبتني، أنا قريتها بحال ما هكا، الناس اللي تفرجت الفيلم واش نتوما شفتوها بحال ما هكا ولا لا. وحاجة أخرى، بوليس طلبوا منه الاجانب خرجهم، كانوا امريكيين وفرنسيين، قال لهم خرجهم بلا شو هكذا كذا زنقه. سعيد الناصري قال لهم قال لهم انا شوهتناش بقى بيناتنا اجانب ما كاين لا شي سيقوا الاخبار وخرجوا. هذا هو ميساج. ونقز واحد اخر قال لي خويا سعيد انا عندي باسبور احمر ووالديا عايشين في اوروبا وفلوسي في اوروبا، يعني شي كنت تعتبر اجنبي خليني نخرج. قال لي هادشي علاش خرجتوا علينا كاع فلوسنا ديتوها لاوروبا، فهمتي. كانوا كلاشات بزاف راه بزاف ديال الكلاشات بحال هاد اللقطه سعيد، هادي لقطه زايده. واقف هاد خونا اللي كتشوفو انا نزومي عليه شاد الفرد، لا من شاد الفرد، لا من شاد الفرد يا استاذ، لقطه زايده. وش التصوير ما كانش شي تصوير اللي حشيراف كتحس بيه بحال مصور شي فيلم شبه قاصر، ولكن الاهم ان الموضوع زوين. يعني ملي كيكون الموضوع زوين والقصه زوينه كتغطي على بزاف د الحوايج خايبه دازو. هاد الفيلم زوين انا عجبني، وسعيد الناصري في هاد الفيلم ما بيعش الماتش، وفي هاد الفيلم كيرد الاعتبار نفسه لولاد الشعب، ولكن من حد ان الفيلم تقبل وداز في السينما كاينه ان المهم خوت سوش خلوا لي الاراء ديالكم كيف جاكم الفيلم بالنسبه للناس اللي مفرجها فيه، وشنو الفيلم اللي تنصحوني نتفرج فيه وندير عليه شي نقد يكون شبه بناء، عشان انا ماشي ناقد سينمائي، انا غير متفرج وبس.